بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ناخد مشروع كده على الاوتوبيس تباك برضو. هنبدأ نفتح نعمل تيبل، نعمل انسيرت تيبل بيكون من 3 صفوف وعمودين، 3 صفوف كده وعمودين. تك اوكي. هنيجي في الصف الاولاني هنحط ليبل، وفي الصف التاني برضو هنحط ليبل، هنحط هنا دروب داون ليست، وهنحط هنا شوف احنا كملنا مغيرين البوزيشن بتاعه، مخلينها فولس، خلينا تو، خلينا البوزيشن بتاعه ابسوليوت. ففي هنا مشكلة، فاحنا هنرجع تاني نخليها اوبشن. مش في معظم الحالات بتبقى مفيدة، يعني ساعات بتعمل مشاكل. خش على دوب التول بوكس، حط الدوب داون ليست، نفس الشيء برضو. اه تمام كده. خش على التاني وحط الدوب داون ليست برضو، وتعالى هنا في التالت حط ليبل. احنا عايزين ايه؟ نحمل في الاولاني، نحمل في الاولاني اسامي بلاد، اسامي الكانتري مثلا كانت ايجيبت او السعودية او كده. لما نختار اي واحدة منهم يبدأ يتحمل في التاني اسامي المدن بتاعتها، ولما نيجي نختار اي مدينة من اللي تحت ديت يتحط هنا درجة الحرارة بتاعتها. ممكن نعمل المشروع ده ازاي؟ قالك اول شيء لازم تيجي في مرحلة اللود تقول ان الدروب داون ليست 1.items.add هنضيف فيه المدن بتاعتنا، هنضيف فيه البلاد بتاعتنا. لا نخليها مثلا بلدين بس، ايجيبت والسعودية. ايجيبت والسعودية دي في مرحلة اللود. ما ننساش نحط الكلمة بتاعتنا اف نوت بيج از بوست باك. تمام كده. يبقى احنا كده حملنا في الاولاني مين؟ المدن اللي احنا عايزينها. طيب هنيجي في التاني، نفترض اللي احنا حملنا في الاولاني ده اللي احنا عايزينه في اللود. هنيجي هنا في التكست تشينجر بتاع الاولاني، لما نيجي نختار منه اي بلد اي select index changed، هنيجي نقول هنعمل حاجة اسمها list item. list item هنسميها مثلا eg بيساوي new list item، هنحط فيها اول حاجة القاهرة، ونحط فيها درجة الحرارة بتاعتها اللي هي مثلا 3 تاني هنسميه مثلا
ايجي 1 سنجينا نسميها ايجي 2 سوي نيو list item ونحط هنا كده احنا عملنا list item في text وفي value في text وفي value. نفس الشيء هتقول list item هنيجي هنا بعد ما حددنا الليست ايتم للبلدين هنيجي هنا نقول اف ده الاول نقول ايوه هنقول اف لو انت اخترت هنقول هنا اف دوب داون ليست واحد دوت سيلكتد ايتم دوت تو سترينج لو كان بيساوي يساوي لو انت اخترت ايجيبت هتقول هنا دوب داون ليست اتنين دوت ايتمز دوت اد دوت اد دي في ايجي 1 ايجي 1 وايضا ايه دوب داون ليست دوت ايتمز دوت اد ايجي 2 تمام. نفس الشيء هتيجي هنا تقول اف لو انت اخترت السعودية بكده يبقى احنا ضفنا في الاولاني وضفنا في الايه في التاني. تعال بقى ندخل على الدوب داون ليست 2 ده نضغط عليه دبل كليك بعد في حالة select index changed هتقول label 3 dot text يساوي drop down list 1 dot selected item dot to string زائد كوما زائد الدوب داون ليست 2 دوت سيلكتد فاليو سيلكتد فاليو هنا بقى نختار الفاليو مش نختار الايتم سيلكتد فاليو دوت تو سترينج بالشكل اللي قدامنا ده كده. تعالوا نجرب كده ونشوف تعالوا نشوف خطأ نسينا هنا الكوسين بتوع تو سترينج تعال نجرب كده نشوف ادي متحمل هنا الايجيبت والسعودية تعال نختار مثلا السعودية
شوف ما حصلش حاجة لانك انت مش مختار الاوتوبوس باك بتاعه بيساوي 2. ما عليك ان انت ترجع تاني للصفحة هتقول له لا روح للسيرفر وارجع تاني. يبقى هنا نيجي نعلم على دي نخلي اوتوبوس باك بتاعه بيساوي 2. نعلم على دي ايضا نخلي اوتوبوس باك بتاعه بيساوي 2. ادي هنختار من هنا السعودية. ايه المشكلة السعودية قالك مكة ولا المدينة؟ اقول لا المدينة. قالك السعودية 25 دقيقة. بكده يبقى احنا خدنا مثال على الاوتو بوست باك.